السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. معانا استخارة بالقرآن الكريم لمواليد برد الجدي. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. مواليد برد الجدي، انزلوا فيها التعليقات، صلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام، وفضلا وليس امرا ادعموا الفيديو باللايك اخواتنا في الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. بسم الله، سورة الحديد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبون الطاهرون. بسم الله الكاشف. عندك في تغير، في تغير مسكن، أو حابب تغير سكن، عندك تغير من مكان لمكان، راح تغير المسكن اللي انت فيه، راح تغير المسكن اللي انت فيه. في ثلاث مكالمات مهمين الفترة دي، ثلاث مكالمات يعني مهمين. المكالمات دي داير لك الفترة دي، فيهم يعني أخبار، أرى فيهم أخبار تخص مال وسفر وحل مشكلة كمان تخص العمل أو علاقة بالحب. الثلاث مكالمات هم داير لك مكالمة تخص المال، ومكالمة تخص السفر، ومكالمة حل مشكلة معاك. المشكلة دي ممكن نقول تخص العمل أو علاقة الحب. في مقابلة هنا، مقابلة مع الأسرة أو اجتماع يعني، أو اجتماعات اجتمعوا مع بعضيكم أو اجتماع مع بعضيكم. يعني أفضل ما تقولش الحد أو تعزم حد، خليها ما بينكم أو ما بين بعضيكم الأسرة هكذا، لأن العيان يعني كثيرة، الناس الحسودة أكثر من الناس الحبيبة. ستفادى، لأنك يعني ستفادى بفرحة قدامك، لأنك صبرت كثير، تعبت كثير، استحملت ما لا يستحمله أحد، استحملت كثير التعب اللي هكذا، المشاكل، حمل على أكتافك، كنت حامل أو شايل المسؤولية لوحدك. يمكن عندك تغير كمان يعني حياتك كلها بالأفضل. هذا الأسبوع ده هتتغير كل حاجة معاك بإذن الله تعالى. الفرحة تدخل بيتك وهتردع الأمان والفرحة راح تردع لبيتك. يعني من الصعب إن حقك يروح، من الصعب إن حقك يروح، حقك رادع، حقك ديلك، حقك ديلك وردع لك كل حاجة. يعني أنت هنا على موعد مع الضحكة مع من قلبك. هناك يعني شخص أراه يحبك، والشخص ده عايز يوصل لك وبيحبك قوي. يعني حصل ما بينكم كلام أو مشاكل أو هكذا، وهو بعيد دلوقتي حاليا بس عايز يوصل لك بأي طريقة. احذر يعني ما تخسروش، راح تكتشف كل حاجة، انكشاف، عندك أسرار، أرى في ظهور أشخاص على حقيقته راح يظهروا وراح تعرفهم وهتكون مصدوم فيهم، وهم دول هم بعض المقربين، راح تعرفهم من الناس اللي أذتك، من الناس اللي بتحاول تأذيك، هتعرفهم، هيكتشفوا قدامك، كل حاجة راح تكتشف قدامك وهتعرف وهتظهر الناس على حقيقتها قدامك. عندك نجاح برضو كبير في الطريق ليك، عندك نجاح كويس، عندك نجاح في العمل أو في الدراسة، في نجاح، عندك طاقة نجاح بإذن الله تعالى. في رسالة حلوة، رسالة حلوة قوي هتذيلك، هتفرح قلبك، رغم إن دواك كل الزعل، رغم إن دواك حزن كبير وهموم كثيرة شايلها بقلبك، ربك هو وحده اللي عالم بحالك وهيفرجها عنك عن قريب بإذن الله تعالى. عن قريب راح تفرح. على الصعيد العاطفي هنا الغيرة لن تهدد مستقبلك مع الحبيب، لأنك كثير الليونة في تعامله معه. في فلوس ديالك، فلوس ديالك يعني هتديلك خلاص، هتكون مكافأة أو ربح أو حاجة زي كده. عندكم هنا يعني في خير كثير ديالك، هيغير حياتك فوق ما تتوقع، فوق ما تتوقع. الأيام المقبلة ستكون عبارة عن يعني فتح الأبواب اللي كنت بتحاول تفتحها، فتح الأبواب المغلقة اللي أنت دي كنت بتحاول تفتحها بأي طرق راح تنفتح قدامك، فاستغل كل الفرص اللي تقع أمامك، استغل كل الفرص صح اللي تقع أمامك حتى توصل لهدفك أو توصل للطريق اللي أنت عايز توصل له. في علاقة جديدة كمان، في علاقة يعني جديدة دي حلوة مع شخص بتشعر معاه بالسعادة وبالراحة وبالاطمئنان،
في تطور علاقتكم للارتباط رسمي بإذن الله تعالى. في شخص سنة عاوز يستغلك خلي بالك منه، في شخص سنة عايز يستغلك في عملك أو عايز يستغلك في حاجة كثيرة أو يسحب منك مال أو يستغلك، خلي بالك منه. حقك ردع لك، حقك ردع لك. عندك طريق سفر، عندك طريق سفر قدامك حلو، السفر ده كويس يعني هيكون في أصدقاء أو سفر لشغل. في عندك السفر، عندك هنا اللي انت زعلان عليها، انت زعلان على حد يعني، حد زعلان عليها او حد مسدون، حد يعني عنده سدن او مسدون او مريض او تعبان، انت زعلان، عندك طاقة زعل كبيرة، عندك طاقة زعل كبيرة، ربنا يشفيه وهيخرجه من المحنة اللي هو فيها بإذن الله تعالى. عندك هنا لديك يعني بشرتين حلوين احلى واجمل مع بعض، هيفرحوا قلبك وهيرد روحك تاني من اول وجديد. الاولى يعني بعد 7 ايام، بعد 7 ايام باذن الله تعالى، والتاني بعد 9 ايام، ممكن 7 ساعات او 7 ايام هكذا، لان قدامك 7 خطوات و9 خطوات. لديكم يعني هنا اموال قادمة وتعويضات، لديك في رفعها لمكانة عالية، المكانة دي عالية يعني في عملك ورجوع الثقة بنفسك في ترقية أو عمل أنت مقدمه على وظيفة أو في زيادة ربح من العمل، في حاجة دي تخص العمل ديالك يعني. أراكم هنا بس أنتوا هنا يعني غير مهتمين، ما مهتمينش بصحتكم الفترة دي، يعني الفترة دي ما مهتمينش بصحتكم، حاول تستهم بصحتك هكذا. عندك هنا برضو انت تسمح ناس، تسمح الناس دي، الناس دي مع انها ظلمتك بس حقك هيكون ردع لك، فانت يعني راك انها تسمحهم لانك خلاص يعني ما بقتش يعني محتاجهم ولا بقتش شيء، لانك يعني مشيت في طريقك وما بقتش تبص لوراك، خلاص تركتهم. عندك هنا برضو يعني هناك يعني بعض الاشخاص بتحقد عليك، بتحقد عليك وتتمنى ليكم الضرر والاذى، تتمنى ليكم الضرر والاذى. الناس دي أرجوكم يعني لا تثقوا ولا تخلوا دائرة معرفتكم تتسع، كما كنا بلاش كل اللي في قلبك يكون على لسانك. هناك من يضحك في وجهك، يضحك في وجهك ولكن هو يتمنى ليك الخراب، يتمنى ليك الحزن، يتمنى يأخذ النعمة اللي معاك، يتمنى يأخذ كل حاجة منك، هو اللي يكون أحسن منك. وراك برضو ماشي في طريق، انت الطريق او انت الطريق دي صحيح، الطريق دي ماشي فيه، طب ماشي في طريق صحيح، ربنا هيسخر لك ناس هتسبب لك الفرحة لك، وهتعرف يعني وهتعرف ان طريقك صحيح، وكمان هتتعرف على اشخاص جديدة هتخليك في ارتياح معنوي ونفسي جديد. عندك هنا اللهم صل على سيدنا محمد، في اختلافات ما بينكم، في اختلافات ما بينكم وبين الحبيب، او اختلافات ما بينكم وبين حد عزيز على قلبك او صديق، حاول يعني تحلوها الاختلافات دي، حاول تحلوها. عندكم هنا رجوع من شخص، رجوع شخص دي نادم على فراق، ندمان بعد فترة طويلة من الانقطاع، وحابب يعني راي يبدأ معكم علاقة جديدة، او حابب يبدأ معكم قصة جديدة او حياة جديدة. هذا القراءة احبابي في الله عامة، خذ اللي طابق عليك واللي طابق، اللي مش طابق عليك سيبه للاخرين، بس فضلا وليس امرا ادعموا الفيديو باللايك احبابي في الله. بسم الله الكش. عندك هنا اكتشاف يعني اسرار وفتح كلام قديم، ويعني ورا ظهور هنا تظهر قدامك حقائق هي في مصلحتك انت على فكرة، يعني هي في مصلحتك، وهذه الامور الفترة دي هتحصل، هتظهر قدامك، هتكتشف اسرار والكلام هيتفتح قدامك، والكلام دي كان قديم يعني وهيتفتح الايام دي. في عندك هنا فترة انتقالية، يعني فترة انتقالية بتمر به تخص حياتك يعني، ومحتاجك يعني ومحتاج منك الهدوء وعدم التعامل الكثير مع الناس، يعني الهدوء، حكم عقلك وهكذا وتعامل بهدوء وصح. في عندك استمرار هنا في تساقط، او عندك استمرار في تساقط الشعر ووجع اسفل الظهر،
وتعب وخنقة وضيق وصداع، وعندكم برضو أحلام بالحيوانات أو أحلام بالثعابين أو أفاعي. عندك في المنام برضو أنت شفت اللي سحرك أو شفتي اللي سحرك، شفت اللي أذاك، رأيتيه في المنام. منكم برضو من رأى اللي سحره أو أذاه أو اللي بيسجيه السحر. في سحر عندك، سحر، السحر ده هو اللي يعمل هكذا. بس هتنتصر، عندك انتصار على الظالم، هتنتصر عليه، ربنا هيبليه باللي يخليه ينساك. عندك رجوع حق ليك. في منكم برضه هنا انفصال من علاقة مؤذية، علاقة مؤذية هتنفصل منها وربنا هيعوضك خير، صدقني هتلاقي الخير دي دايلك دايلك، الخير دايلك بإذن الله تعالى. عندك هنا برضه بدأت يعني تتعامل بهدوء مع مشكلة، المشكلة دي عائلية، وترد عن تفكيرك الزائد وتركها لله، هتنحل 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 بإذن الله تعالى. عندك هنا المشكلة دي يعني ما بين الأهل أو ما بين القرائب، يعني هتنحل الأمور دي، هتنحل بإذن الله تعالى. بس حكم يعني عقلك، قلنا أنت عارف إيه مشكلتك، يعني أنت عارف إيه مشكلتك، أنت يعني محتاج حد يراه برضو، يعني حد يحس بيك قبل ما يعني يحبك. وبرضو يعني كسرة قلبك دي يعني راه عندك برضو، أنت محتاج حد يهتم بيك أو بأدق تفاصيلك ويرعاك، يعني إنك يعني شخصية بتتأثر بسرعة، أو ممكن يعني كلمة تخليك في سبع سبع، وكلمة تخليك في سبع أرض. محتاج شخص يعني يتعامل معاك بصدق، شخص يعرف نقطة ضعفك ويقويك مش يستغلك، يعني محتاج حد يكمل معاك، مش يعني إيد عليك، يرعى معاك كلامك، يكون معاك ويدي معاك، يحل معاك العصبية أو الضيقة، ويفهم إيه، خايف من إيه أو وجعك إيه أو حزنك إيه، شخص يحترمك ويصونك في غيابك أو هكذا أو في حضورك، يعني محتاج حد يفهمك، يفهم ضحكتك، يفهم كل حاجة عندك. يعني راك برضو أنت مش محتاج الكلام يعني، بس محتاج حد يكون معاك كويس. عندك يعني بشرة برضو، عندك بشرة وقضاء حادث وخبر حلو، الخبر اللي انت مستنيه، انت منتظره، الخبر يكون نجاح او وظيفة او بشرة بإذن الله تعالى قادمة قدامك خلاص. يعني عندك هتزداد حالة التفاؤل بطريقة ملحوظة، يعني هتحصد الثمار عمل السابق، هتحصد الثمار، هتحصد كله بإذن الله تعالى، وهتفرح وتكتب بداية جديدة فيها الفرحة، فيها السعادة، تفتح قدامك الأبواب في انفراجات رائعة. وعندك تغيرات كثيرة في حياتك، يعني عندك طريق سفر، طريق سفر غير متوقع وقادم ليك، عندك طريق سفر غير متوقع يعني وقادم ليك بإذن الله تعالى. استعد للفرحة والمفاجآت، راح يطرق بابكم الحظ، يعني في أرى عندكم في أرض بيتكم فيها الفرحة، في عندكم يعني خطوبة أو بشرى فرحة بمولود أو زواج أو ارتباط ليك أو ليك أو لابنك أو لأختك، في ارتباط وفرحة في أرض بيتكم. عندك قلق واضح في ملامحك ووشك، بس يعني أنا سايبك هنا يعني بكثرة التغيرات اللي حصلت حواليك أو المشاكل أو الكلام اللي سمعته، واترك الأمور وبلاش التفكير الكثير، بلاش التفكير الكثير، وسيب الناس في حال. عندك هنا بتتفاجأ بريسك دايلك، يعني مشروع دخلت فيه أو في رزق دايلك غير متوقع ومال، يعني عندك مشروع أنت داخل فيه أو مقدم على وظيفة أو مقدم على مال، لأن في مال دايلك. عندك هنا مقابلة أو لقاء أو مكالمة هاتفية مع الحبيب، يعني أرى في توضيح ما بينكم، أمور عتاب ما بينكم، في أمور عتاب أو توضيح كلام أو تفسير كلام، يعني ما بينكم عتاب أو توضيح أمور وصلح، في صلح ما بينكم، في فعل خير أنت عملته، يعني عملته رد فعل الخير دي كبير ليك أنت، ما كنتش متوقعه، ما كنتش متوقعه خلال يعني أيام، خلال أيام. الغيرة والحسد يعني دولة، يعني الغيرة والحسد من حد قريب، الغيرة والحسد والساحر دي اللي سحركم من حد قريب منكم، يعني
تجنب يعني الحديث أو المكالمات مع الناس دي. في حاجة مفقودة منكم، رايحة منكم، لأن أراك يعني هتحصر عليها. الحاجة دي مهمة، كنت فقدتها من فترة، كنت فقدتها الحاجة دي، راح تحصر عليها وراح تلاقيها. عندك حد برضه هنا المسدون ده أو المريض عليه، المريض يعني قريب ليك أو مسدون، راح يشفى بإذن الله تعالى. حد هيكلمك، في عندك بيع أو شراء، لا راح تبيع محل أو راح تبيع شقة أو راح تبيع منزل أو راح تبيع سيارة أو راح تشتري حاجة. عندك لقاء بشريك، عندك لقاء يعني أرى في بداية حب أو منصب أو سفر، أو في حد بيدعمك من الخارج، في حد عندك بيدعمك من الخارج وعندك ديالك بشر السفر. أبشر أبشر أبشر. عندك راح تمتلك شيء جديد، عندك شيء راح تمتلكه، وفي توثيق عقود، يعني عندك شيء راح تمتلكه شراء أو هتوثق عقود بإذن الله تعالى. صلى على الحبيب المصطفى. بس هنا خلي بالك، أبشر أبشر أبشر، جاي لك حد يعني الحد ده هيساعدك، هيدعمك، هيكون معاك، هيقف معاك بعد التعب كله اللي حصل في حياتك. عندك نجاح مهني وأموال، راح تنسيك شريك نرجسي وخروج من علاقة سامة، هتخرج من هاي العلاقة السامة بإذن الله تعالى. بس هنا أرى للبعض هنا يعني في عرض ارتباط جديد، عندك عرض ارتباط أو زواج يعني من شخص يعني بيحبك أو كويس هاي الشخص ده زي ما بيقولوا. بس أرى هنا في ناس داخل حياتك تعباك، خنقاك، كسرت قلبك، درحتك، قلق، يعني أذتك كتير. الناس دي أذتك، تعبتك، لأن أراك يعني قلقان ومحتار وعندك تفكير كتير، بتفكر كتير، بالك مشغول، يعني مش عارف تاخذ قرار، محتار. أكتر حد عندك الحيرة، أكتر حد عندك الخنقة، أكتر حد عندك الضيق. بس الحظ معاك، دايلك الحظ معاك، والرزق معاك، باب الرزق مفتوح لك، باب الرزق والحظ مفتوح لك. بس انت تعبان، عندك طاقة سحر وطاقة مس كمان، عندك مس وسحر. بس روحانيتك عالية، عندك روحانيات بالصلاة على النبي، روحانياتك عالية جدا، بتديك الإحساس قبل الشيء قبل حدوثه، بتديك إحساس وإحساسك بيكون صادق. رؤيات المنامية ساعات بتكون معاك صادقة، بس معاك بتكون نسيئة، لأن رؤياتك المنامية فيها أدلات أو حدات صحيحة أو حدات صادقة كثيرة، لكن بتنسهب. زيد أكثر في صلاتك، صلاتك في أوقاتها، صلي عليك أذكار الصباح أذكار المساء، وتخلص من السحر والمس الشيطاني، لأن روحانياتك بالصلاة على النبي كويسة جدا. وشاف الحظ معاك، يعني أنت مش تعبان جسديا، لكن يعني ماديا كويس معاك، لكن تعبان جسديا، تعبان نفسيا، مخنوق، متضايق، حابس، قفل على روحك، يعني قاعد 24 ساعة بتفكر، محتار، مش عارف تاخذ قرار، يعني مش طايق روحك، مش حابب تتكلم مع ناس، مش حابب تخرج. مع انك لما بتخرج بتحس بالراحة، لما بتخرج بتحس بالسعادة، او بتخرج بترتاح نفسيا، بس انت مش حابب كده، مخنوق دايما، متضايق دايما من هذا منطقة السحر. بس عندك شيء جميل قادم ليك، وتعويضات الهية قادمة، عندك خبر واسع، يعني خبر مفرح، خبر ليك، يعني عندك بركة في الرزق. في حدا تخص العمل هتخلص، او عندك ترقية في العمل، رح نجمك يلمع في مجال عملك، لان عملك رح تندح منه. العمل دايلك شهرة او ترقية او مبلغ مالي، لان انا رح ديلك فرحة من نسبة العمل. في حدا مفقودة منكم، حدا مفقودة او حدا رايحة منكم، أو لأن الرق يعني بتحصل على شيء مفقود منك أو رايح منك. هذا الحدا اللي رايحة منك مفقودة، راح تحصل عليه وراح تلاقيه. عندك قرار، عندك قرار صح، القرار ده هتاخذه صح، وبعد ما هتاخذه يعني القرار ده يخص عملك، وهتلاقي دليل يؤكد ان انت القرار اللي اخذته صح، مع انه انت يعني خايف او قلقان او محتار، لكن قرارك اللي خدته هو الصح، وهو المنطق، هو الصح القرار اللي خدته. في شخص انت هنا يراك بتحبه قوي، بس يعني مش عارف توصل له، او مش عارف ازاي يقرب منك، او يكون ما بينك وما بينه تواصل. بس هنا في مواجهة مع حد، هتواجهه، شخص هتواجهه، هيحصل كلام ما بينك وما بينه، هو يريد لك أذى الشخص ده،
يريد لك أذى، يريد يؤذيك، يريد يدمرك، يريد يكسر قلبك، يريد يجرحك، أو عايز يكسرك، لكن هتواجهه. عندك مواجهة ما بينك وما بينه، ربنا معاك وهينصرك عليها بأمر الله. بس أنت هنا راك عندك كمية ندم، ندمان ليه؟ عندك كمية ندم، يعني راك هنا ندمان، ممكن ندمان على فضفضة من لسانك، من كلامك، ندمان على الفضفضة، ندمان على طيبة قلبك، لأن أنت قلبك طيب. بتتكلم مع الناس بحسن نية، بتتكلم مع الناس بطيبة القلب، لكن الناس بتاخذ الكلام وبتوصله لناس ثانية، لأن راك ندمان على فضفضة قلتي. يعني مع إنك أنت معك حق، الكلام اللي قلته صادق، بس الناس زودت عليه كلام ووصلته لناس ثاني فحصل كلام أو مشاكل. بلاش يعني كل اللي في قلبك يكون على لسانك. عندك مفاجأة حلوة، مفاجأة حلوة يعني غير قدمت، غير متوقع ليك. قدامك ثلاث نقط، ممكن تكون هدية، هدية قيمة، يعني هدية كويسة ديالك. وفي منكم دات له هدية، دات له هدية من الخارج كمان، يعني دات له هدية كويسة في حد منكم، وكمان دياله هدية غالية. عندك برضه هنا استلام أوراق أو سيكة، ممكن تقول حكومية أو بتخلصها، مهمة يعني تخص، أنت منتظرها هتستلمها، تخص عملك. الوثيقة دي أو أوراق أو حد هتستلمها هتخص عملك، تخص العمل أو شغلك أو هتعلي من شغلك يعني هنا. وعندك برضه هنا أمور خير فيها ليك بإذن الله تعالى، يعني في خبر مفرح، أنت منتظر مكالمة، أنت منتظر مكالمة، أو بترد على حد ما رديت، أو بترن على حد ما رديتش، أو منتظر مكالمة، في مكالمة تدي لك. يعني قدامك خلاص، قدامك خطوتين وإن شاء الله المكالمة دي ديالك، المكالمة دي ديالك. عندك هنا يعني ستفادى بأفراح قادمة ليك، انفراجات طال انتظارها، وستبدل أحوالك بإذن الله تعالى للأحسن بإذن الله تعالى. إن ربك إذا أعطى باب الحظ، باب السعادة يتفتح قدامك، أنت كنت بتحاول تفتحه وتفتح معك وتفتح، بس هو يعني اتفتح في الأول، كان معك باب السعادة واتقفل، اتقفل من السحر. باب الرزق وباب الراحة كان مفتوح معك، كل حاجة كانت ماشية معك، لكن انقفل، انقفل من السحر والبس، فراح يفتح معك. ومنكم فتح معاه الباب، باب الحظ وباب السعادة اتفتح معاه، وراح يكتمل الباب فيه الخير، فيه السعادة ليك. بس انت هنا يعني حاول تخلص من الطاقة دي اللي عندك، الطاقة دي برضو عندك تعبانك، تعباك، لان اشوفك قلقان، قلقان ومخنوق. بس في مكالمة او رسالة هتدي لك، يعني المكالمة دي او الرسالة هتدي لك من شخص ده غايب عنك، يعني غايب عنك بقاله فترة، الشخص ده غايب عنك بقاله فترة، هتدي لك المكالمة. ورا هنا امور هتكون مثيرة ليك، هتندح، هتندح وهتعلي وشأنك هيكون أعلى، وهتندح وهتثبت للآخرين إن أنت الصح وأنت وصلت لهدفك بدون مساعدة حد، بدون مساعدة حد، محدش ساعدك، محدش وقف معاك، محدش دعمك، مع إنك بتدعم الناس كلها، الناس كلها بالسعادة بتدعمها، اللي بيطلب منك حاجة بتديها له، مش عايش حد عن حد، وبتحب الناس، بتحب الخير للناس كتير، لكن الناس بتحب لك الشر. راك هنا راح تنهي انهاء شر واعلان نصر على الحزن، على الحزن. في منكم المبتعدين منتظر عودة حبيب، منتظر عودة حبيب، وللبعض خلي بالك حبيب في علاقة سرية في طرف ثالث، في طرف ثالث. في منكم هنا يعني الدخول او دخلتوا يعني البعض منكم مع شخص حبته وعطته له كل الثقة، لكن طلع خاين أو مش كويس، أو هو متعدد العلاقات في علاقة سرية. والتعب اللي عندك اللي في جسدك، البعض يعني منكم هنا أرى ظهور أشياء غريبة في جسده، مثل حروف أو خدوش أو تعب عمود فقري أو أحلام مزعجة، مثل كلاب، قطط، حيوانات، أسود، نمور، أفاعي. هي من السحر أحبابي في الله، منكم برضو حاسس وعارف إن السحر وحاول يفكه، بس مش عارف يفكه إزاي، طبق كذا طريقة أو ماشي في طريق العلاج، بس مش عارف، محتار، متردد، مش عارف تفك ولا لا، مش عارف توصل للهدف الصح. كل ده من السحر، السحر. وست، يعني ست اللي عاملة لك السحر ده، ست دي قريبة منك، يعني قريبة منك جداً، مش غريب عليك، هي قريبة،
الست دي مش غريبة عنك، يعني قريبة منك قوي، بس هنا انت يعني في اشخاص هنا اراها ان الاشخاص دي نسيت نفسها، الاشخاص دي نسيت نفسها، نسيت يعني اصلها، يعني يراهم وبيتعالوا عليك، لكن اراك في مواجهة حادة وهتوريهم مقامهم وهتوريهم نفسهم وهتوريهم ان هم اصلهم ايه او الناس دي ايه وبتتعالى ليه او شايفة نفسها ليه، هتوريهم مقامهم وتوقفهم عند حدهم، لان اراك هنا في مواجهة حادة ونصر ليك انت، ونصر راح تنتصر، بس هنا في اشخاص حواليك يعني بيحاولوا يمسكوا عليك غلطة، الاشخاص دي بيحاولوا يمسكوا عليك غلطة واقفين لك على الوحدة، دول واقفين لك على الوحدة، يعني الناس دي واقفة لك على الوحدة، ولكن انت كيدهم لانك انت ماشي في مشوار عملك او رزقك، ماشي في هدفك وبتحب هدفك وحابب توصل وحابب تكون ناجح واسمك يكون عالي، يكون لك شأن عالي، هتوصل للي انت عايزه، هتوصل للي انت عايزه. برا منكم هنا برضو البعض اكتشف اسرار، يعني كشفت انت او انت اسرار، يعني وعرفت ان في شخص بيخونكم او مش كويس، انتوا تحررتوا من قيود، تحررتوا من علاقة، تحررتوا منها، ما تزعلوش ان انتوا يعني سبتوا العلاقة دي، ربنا كشف لك عشان خاطر تبعد عن العلاقة دي، لان العلاقة دي سامة او هتأذيك. عندك برضو القراءة دي احبابي في الله، خد اللي طابق عليك، اخواتنا نساء او بنات او رجال او شباب، خد القراءة احبابي في الله اللي طابق عليك، مش كل القراءة دي ليك، القراءة دي عامة وليست خاصة احبابي في الله، فضلا وليس امر يدعم الفيديو باللايك اخواتنا في الله. عندك بشرة يعني وفرحة كبيرة، استقرار، عندك كمية استقرار في منزل جديد، فرحان مبسوط، وراح تفك الكرب اللي انت فيه، المشكلة اللي انت فيه، الحكم او السجن او سجن، عندك حد عزيز على قلبك مسدود، عندك عليك حكم او اوراق بتخلصها في المحاكم، حد بيخلص لك في الاوراق او بيخلص لك في شغل المحاكم، لان فيها خير ليك، فيها خلاص يعني هتاخذ البراءة او هتخلص ورقك بخير، راح يخلص الورق هاي الايام باذن الله تعالى. في حدا غالي على قلبك راح تحققها، عندك تحقق امنية غالية على قلبك، عندك تغير عتبة كما قلنا، هتغير العتبة، والأوراق الحكومية هتخلصها، العتبة إن شاء الله يكون فيها السعادة ليك، فيها الراحة ليك، فيها بعيد عن المشاكل. هتكتشف برضو يعني انت غلقان، عايز تكتشف السحر، عايز تكتشف مين اللي عمل لك، عايز تكتشف حاجات كثيرة، عايز تكتشف، عايز تعرف أسرار، عايز تعرف أخبار، لأن راك برضو هتكتشف أمور حقائق حواليك، راح تكتشف الامور اللي حواليك والحقائق اللي حواليك، كل حاجه راح تكتشفها باذن الله تعالى، وهتعرف مين معاك ومين عليك، هتعرف كل حاجه. بس انا راك في ناس خايفه من بكره، خايف ليه؟ قرب منكم خايف من بكره وقاعد بتفكر في اللي داي، سيبها على الله، بلاش تفكير، بلاش حسبانيه، احسب شغلك، بص لمستقبلك، بص بلاش التفكير الكثير وسيبها على الله، بص لهدفك اللي انت ماشي ليه، بص لمستقبلك، بص للهدف اللي عايز توصل له، وبلاش كثرة الكلام، بلاش كثرة التفكير والكثرة الكلام، الكلام بيعطل اللي داي، بيعطل المشاريع، بيعطل مستقبلك، بلاش كثرة الكلام، خليك في مستقبل، لان ارى نجمك بيلمع، واكثر حاجة في مجال عملك، اكثر حاجة في مجال عملك ندمك بيلمع، مع انك يعني تعبان، مخنوق، متضايق، همدان، مش بتاكل، صحتك تعبانه، كله ده هيستعد الظبط معك بالتدريب باذن الله تعالى، كل شيء لانك راح تعلي، شانك هيعلي. بس انا يعني عندك الفرحه، بس الضيقه يعني انا برضو يعني الضيقه والخنقه مزعلاك قوي، ارى الضيقه والخنقه مزعلاك، مش عارف يعني ممكن تقول مش عارف تفضفض، مش عارف تتكلم، مش عارف تاخد راحتك، قلبك هيطمئن، هيطمئن باذن الله تعالى. بس الكلام اللي بيضايقك انت يعني سمعته، الكلام دي بتسمعته او بتسمعه، الكلام ده كم هو مضايقك، تعبك، عندك يعني طاقة تعب او طاقة خنقة او طاقة ضيق، بس عندك هنا التغيرات قادمة، قادمة باذن الله تعالى، تدق بابك، عندك طريق سفر، حد بيدعمك او حد عايزك تسافر له او حد بيدعمك طريق السفر، بس انت مأدي للسفر او الطريق دايلك لسه قدامك السفر، ديالك طريق السفر باذن الله تعالى، قادم ليك طريق السفر، في خير ليك، في فرحه، في سعاده،
فيه خير بإذن الله تعالى. وانت راك انك خرجت ناس كتير من حياتك، خرجت ناس كتير من حياتك مش كويس. الناس دي انت خرجت من حياتك وارتحت، او كبرت دماغك، او بعدت عن الناس دي، بعدت عنها وارتحت خالص. ان شاء الله دي لك الفرحة بإذن الله تعالى والسعادة، لان قلبك طيب. اتمنى من احبابي في الله كل من يشاهد الفيديو فضلا وليس امرا اخواتي في الله، ادعموا الفيديو باللايك، وكنت لم تشتركوا في القناة فليشرفني اشتراككم في القناة، وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وان كنت بتعاني من السحر او من مس او من تعطيل او متابعة، الرقم امامكم، تواصلوا معنا، ترد عليكم المديرة، وان شاء الله تواصلوا معايا، وان شاء الله نكون في حسن ظنكم، واي مشكلة او اي حاجة ان شاء الله نخلصها لكم بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.